الدكتور العنزي الى الشيخ الحجازي. تفضل انت اللي بدك. معلومه او تثبيت المعلومه. قال الله تعالى: اتى امر الله فلا تستعجل. نعم. مين تعرف ان يا شيخنا اتى هي فعل ماضي. فكيف فعل ماضي ولا فلا تستعجل؟ التعبير بالماضي لتحقق الوقوع. يعني ان هذا امر واقع لا محالة حقيقة. فلا تستعجلوا، يعني إذا كان هو جاي وحيث الصدق مباركة فلا تستعجل، لأن طلب الاستعجال استهتار به. أفبعذابنا يستعجلون؟ يعني أنت مستعجل عليه. ولذلك قالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فشوف متى استبطاء زي متى نصر الوعد بالخير والوعيد حق الطاولة ما يخالف ياكلونا حطلهم احنا مستعدين للعذاب ده طلع الارض هنا ما بيقولوش بقى العذاب بيقولوا الفرح ده والنعمه اللي انت تجيبوها لنا ايوه يا شيخ احنا عفوا احنا نقول بشكل عام يعني لا تستعجل على رزق يعني عشان المستقبل بدأ هو جاي بس هي بدأ بفعل ماضي ما انا بقول لك لتحقق الوقوع انه سياتي زي اقتربت الساعه نعم اقترب ولكن انا اقول ممكن انه واكيد انه هو شيء وقع عند الله سبحانه وتعالى طيب هو الله يعني يقول لك استعجلوا ممكن يكون واقع لا محاله زي الموقف المده ولا مش جاي نعم متى؟ شو عشان اقول لك هو سهم وانطلق بس سهم وانطلق بس نعم. انت معاك ولا ما يجيك اكيد ما بقاش كلام حقيقه ما بقاش كده زي الاستعجال ايوه يعني ليش ربط الاستعجال بفعل الماضي شيء انتهى مع انه ما لم ينتهي يقول فلا تستعجلوا يا رئيس كيف المرابطه؟ فعل الماضي شيء حدث وانتهى الماضي لتحقق الوقوع مؤقت سياتي يعني سياتي امر التعبير في كتاب مؤمن النبي ابن هشام التعبير بالماضي بدل المضارع والمضارع بدل الماضي الوقت لما الرسول قالوا الاخبار اني اخاف عليك ولا تهمك لا سيدنا نحن مش قال لهم كده اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم المعنى اني خفت عليكم مش لسه هيخاف نعم إني خفت مش واحد على شوف المضارع بمعنى الماضي والماضي بمعنى الماضي سجل وجود أتى أمر الله سيأتي أمر الله فهو عبر بالمضي لتحقق الوقوع يعني شغال؟ ايه حتى انا بس للتأكيد أو لغيري خلي هنا بيوم مقداره وإيه؟ ألف سنة مما؟ تعد تقدر بقى تحدد فيه الماضي والمضارع والمستقبل ده 1000 سنة يعني شوف شو جهاز الطوارئ ما تتعاملش مع الشيئات والمضارع ما تتعاملش معاها بفهمك خلينا نقول للمدد والمسافات والحاجات اللي انت عايشها او اللي هي في منطقتك انت بني ادم انت عايش ايوه يعني القران نفسه قوته واعجازه وفصاحته هو يخطب العرب مستشار ما وصلش لأنه هنا ربط الماضي بال فالماضي معنى المضارع لا يا الحين ناخذها من الاستاذ يا بتموين بس ايه ساعة كم 12 يعني أول كل على الجد يجعلون أصابعهم هم دخلوا أصابعهم في الودان ساتر ايه ساتر ايه التعبير انا موجود في الديوانيه اهوت مع السيد ده لما انت لما تقول شربت ماء النيل او الحياه او الخليج ما تشربش جزء من كوبايه ولا شيء لسه ولا شيء في انما عبر بالكل واراد الجزء واحيانا يعبر بالجزء ويعيد الكل طيب الله يقول فاخذتهم الصاعقه فيهم منكم ناس نجح مش كلهم شرق في آية يقول فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم
الثانية بنقول إيه اللي في وفي عدم إذا أرسلنا عليه ريحا العبد ما تذر من شيء ننف عليه إلا جعلته كرمي. يبقى كل شيء إلا المساكن هي التي بقي شهود القرآن لا يعارض بعضه بعض. نعم لا يعارض. شوف مرات شلون لازم. ولذلك قال أوصيت من كل شيء هي مين على سبب ممكن كل ما له يعني نعم. المساكن ما فيهاش كل ده راح ما فيهاش باقي غير المساكن. ولذلك في سورة لما قالوا أوصيت من كل شيء يصلح للملك المعنى كده ففي أشياء لا تصلح للملك مش عندك. كذلك فيه مثلا الاستثناءات في الحاجات اللي في ايدي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ان الشهود لا تتهم وهي بيوتهم في الاحقاف الحقف اللي هو ضمن المستدير بين الشحر وعمان وقوم ثمود لا تذكروا مساكن الذين ظلموا وانكم لا تمرون عليهم مصبحين داخلين في الصباح وبالليل يعني وفي الليل فيما رحله الشتاء الى اليمن ورحله الصيف الى بلاد الشام الى بلاد الشام. هذا الاستثناء للاعتبار وللتعرف والا كانت مساكنهم كما تظن. صحيح. عندنا يعني اثار علماء المصريين كثيره قوي عشان الناس تقعد تعتبر فيها والله. واخرى في ايطاليا البركان بتاع بيجو هناك المساكن اللي هي بتاعت كانوا بيسموهم ايه دول في ايطاليا اللي هي الماسونيه. لا ده مكانهم برضه كانوا لا يقاوموا لوط كده والله فنزلت عليهم هذه اللعنه. اليوم اكو بركان بايطاليا بعد فاضي. صح مظبوط. انا ما على طول بالمواتر التالي هو خير بس بالمواتر التالي بيطلق حمم ويرجع تاني. يعني بشاطع عراف بايطاليا. وربنا عطاهم البركان عشان لو بركان عليهم. احنا بنتكلم في اطلع. انا بقول في عندهم شاطع عراف. ربنا عشان